وللمزيد حول البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بشأن التفجيرات التي شهدتها ساحة طيران في بغداد أمس، ينضم إلينا إبراهيم العجيلي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبر الهاتف من لندن. أهلا بك معنا سيد عجيلي. نعم، أهلا بك سيد عجيلي. يعني أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا بشأن التفجيرات التي شهدتها ساحة الطيران في بغداد أمس. بداية، كيف تقرؤون المشهد بعد عودة التفجيرات للعراق بعد أن كادت أن تختفي؟ نعم، الدرجة الأولى تحاول السلطة أن تقنع الناس أو تقنعنا أنه الحشد الشعبي من الضروري أن يبقى ويتعزز دوره، ولذلك جرى التنسيق بينهم بين ما يسمى بداعش، لأن داعش هو صنيعة لجهتين متفاهمتين على احتلال العراق، هم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي لن نبرئ ساحة الولايات المتحدة الأمريكية مثلما لم نبرئ ساحة إيران، ونحمل السلطة المسؤولية المباشرة. السلطة العراقية تتحمل، سلطة الكاظمي، المسؤولية المباشرة عن إراقة دماء الأبرياء والفقراء في ساحة الطيران. نعم. يعني في البيان جئتم على ذكر المالكي ورغبته للعودة إلى صدارة المشهد السياسي في العراق، ما هو الرابط سيد العجيلي بين التفجيرات وحكم المالكي من وجهة نظركم؟ والله هم ذولا الميليشيات سلطتهم هي سلطة واحدة ترتبط بإيران، سواء كان المالكي أو من له صلة بالمالكي أو من له صلة بحكم العراق على يد الأمريكان أصلا، لأنه العراق سلم إلى السلطة الإيرانية، للسلطات الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على طبق من ذهب. فلا فرق بين المالكي أو نظيره أو زميله أو غيره، كلهم يمثلون طرف واحد وهو التحكم من قبل إيران بالمقدرات العراقية. نعم، يعني ذكرتم أنه ربما هذا التفجير مرتبط بسعي المالكي للعودة للحكم، هذا بالضبط ما أسأل عنه، ما العلاقة بين الطرفين؟ هذه خطة مكشوفة وتحدث بها، أشار إليها السيد نوري المالكي أكثر من مرة بمسألة ضرورة الهيمنة على السلطة في العراق وإلى آخره، وهيمنة الطائفيين على العراق وتجريف المناطق الغربية، وبالتالي فهي حرب قائمة على أشدها. وكذلك هو السيد الكاظمي هو جاء من رحم هاي السلطة، من رحم علاقات نوري المالكي وحزب الدعوة، ولا نستطيع أن نفرق المالكي عن العبادي أو عن نوري المالكي أو غيره، كلهم واحد. لكن هي لعبة بين هذول الأطراف يتبادلونها. مثلا يعني نحن نسعى إلى انتخابات وإعادة بناء البرلمان من جديد، على أساس؟ يعني هل أن فاقد الشيء يعطيه؟ هاي السلطة نفسها إحنا نناضل من أجل إزاحتها ومن أجل التغيير، هل يمكن هذه السلطة نفسها تعطينا الفرص أو تعطي للشعب العراقي الفرص الكافية من أجل إزاحتهم؟ هذا لا يمكن أن يصدق. سيد العجيلي تفضل. لذلك فهم متهمون في جميع ما يحدث للشعب العراقي في ظل سلطة الكاظمي أو العبادي أو نور المالكي أو غيره من هؤلاء الطائفيين. سيد العجيلي، يعني لاحظنا أن هذه التفجيرات، تفجيرات ساحة الطيران، جاءت في اليوم الأول تقريبا للإدارة الأمريكية بقيادة أو بإدارة جو بايدن. ما هي الرسالة المراد إيصالها، ومن من ولمن؟ السيد بايدن هو من أشد المتحمسين إلى تقسيم العراق، وهذه الرسالة ذات أبعاد متعددة ومختلفة. البعد الأول من عندها تعزيز سلطة الحشد الشعبي في العراق، والنقطة الثانية الأهم لدى الإدارة الأمريكية هي تقسيم العراق إلى أقاليم، وبايدن دعا إلى تقسيم الأقاليم بان ما كان هو نائب للرئيس، الرئيس الأمريكي الذي أقدم على احتلال العراق. أيضا البيان حمل الحكومة في العراق وميليشياتها، يعني والنظام الإيراني بطبيعة الحال، مسؤولية
استهداف بغداد بهذين التفجيرين، لكن في المقابل تنظيم داعش هو من أعلن مسؤوليته عن هذا الحادث. يعني كيف تتحمل الحكومة المسؤولية إذا؟ نحن ننظر إلى داعش أنه هو حصيلة صناعة أمريكية إيرانية، فبالتالي اللعبة في العراق هي لعبة واحدة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وعناصرها وثوابتها، هو الحشد الشعبي والإرهاب داعش. نعم، إذن إبراهيم العجيلي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.